طيب أختم معك بالموقف الروسي الذي اتهم الناتو واتهم أيضا أوكرانيا والمعسكر الغربي بأنهم سيدبرون إلى هجوم كيميائي كبير في إدلب لتوريد دمشق من أجل القضاء على نظام بشار الأسد. هذه السردية الروسية برأيك تتفق مع ما يحدث في الواقع أو لا؟ هذه السردية الروسية يعني ليست وليدة العهد أو حديثة في هذه الظروف. يعني هناك هذا الكلام دائما، ضربة كيماوي واتهام الجيش السوري، ويعني هذا الكلام الذي يطرح الخارجي الروسي دائما أنه هناك ضربة كيماوية وسيتم اتهام الجيش أو الجيش السوري فيها. يعني هذا كلام سمعناه خلال سنوات طويلة منذ فترة يعني لا تقل عن 20 يوم تقريبا على ما أعتقد. كان هناك حديث روسي أن هيئة تحرير الشام فقد دعم من قبل أوكرانيا في دعما عسكريا من قبل لمواجهة القوات الروسية. هناك أحاديث روسية كثيرة دائما، يعني عندما تصرح روسيا بهذا التصريح يعني نحن نفهم تماما أن هناك عدوان روسي سيحصل على هذه المنطقة وربما يؤدي إلى القصف بالسلاح الكيماوي. وكل دائما التصريحات تصدر عن قاعدة ميميم أو عن القيادة الروسية بخصوص سوريا هي تأتي بالعكس، وبالتالي لا هذا الأمر ليس لدى المعارضة والفصائل لا سلاح كيميائي ولا سلاح مضاد للطيران، ويعني الدعم في النهاية نحن كل جميع يعني أن الدعم العسكري للمعارضة توقف منذ عام 2016. أستاذ عبد الكريم العمر المحلل السياسي أشكرك بشدة على التواجد معي في هذه الحلقة، وأشكرك على كل هذه اللي فاتت. شكرا الكرام اللي هنا جينا لنهاية هذه الحلقة من سوريا الآن، في حلقات جديدة نتابع فيها كل ما هو جديد على الساحة السورية. أنا عمرو ملكي وحيكم، دمتم في أمان الله.